Mm hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه بتوفيقنا رب سبحانه وتعالى أتي حت ملسن كاب كتاب أركان الإسلام والإيمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين قدين عقيدة زملكت كمتي بروغرام أو تينا لنا رب سبحانه وتعالى كوفقنا لعلمي تحت تعزقون أبو داي ناي عقيدة كن حتى الملسن كنا قربنا ربنا عز وجل وين زين فلتو قدين زين فلتو نجرات نبتم علماء كن كمزلنا زلنا عزيزنا أيو فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سلزملة كابو بمبجاس شيخ محمد بن صالح العثيمين تم تحت توم و حتتات كان قربينا مالتيو حدا كابت حتتات زت حتتو حتى كمزيبل كيف يدعو الانسان ولا يستجاب له والله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم. حدث دعاء جبرمو مو تدعوانا تو تقبلنا زي بلوخينوخ ترفق رؤوخ كما يو مع رب سبحانه وتعالى اب سوره غافر ادعوني استجب لكم إلو لمنوني كم اللي سالكم إلو زبل حتو حتي توام. الجواب ملسخه بخلو تايبلو الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأسأل الله تعالى لي ولإخوان المسلمين التوفيق للصواب عقيدة وقولا وعملا مجمريا نربي سبحانه وتعالى إلى نعين نحوتي أسلام نبتي نعزقنا زخونين كمدمانك قالاتن تكبارات ربي كما حنا ربنا عز وجل يبل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كمون رب سبحانه وتعالى لمنونيلو توم تعبير اللوم ابدعاء دعوة, دعوة دعاء زي قبرون زي المنون دماني سيدخلون جهنم داخرين اي ساخرين حسرات كونونون جهنم كاتو يوم يلو غافر غافرين ويقول السائل اذا حتى انه دعا الله عز وجل ولم يستجب ولم الله له دعاء غير موني مو تدعاء زقبورو دماني كم تزدلي دماني اي رخبن. فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة مزا يا زئاء اقنازي آه بدماني دماني زي اقربو الله سبحانه وتعالى ابتا ايا وعد الله تعالى فيها من دعاه بان يستجيب له نزل منك هو مخانوك الاتي اللي سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد الله دمانين قال دماني قال دعاته دماني نتقال تقباري بمخانو كما يزقو دايزي إلو حاتيتو والجواب على ذلك نزي ملسي زخون أن للإجابة شروطا لا بد أن تتحقق في وهي ني دعاز قبر كاي تقبالنا نخركب قد ما كمالو كم أو زقبو أو نقرات ألو كابت قد ما حادة الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل إخلاص كل ولو تدعاز قبر بأن يخلص الإنسان في دعائه دعاء تجبر كلها نبر رب سبحانه وتعالى كت وجه إخلاص كت جبر لك فيتجه إلى الله بقلب حاضر ملؤ لبخينه دعاء خجبر صادق في اللجوء حق أن تسقى عيد من خونا إليه نبر رب سبحانه وتعالى عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعاء رب نزل منه دماني كيلت كمزلون زلون خمر لسلون كأم كبلبو صنع زخون أمنت كل مؤمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى كم دماني كبرب سبحانه وتعالى تصفى كجبر الله كالأي أشرت الثاني أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة دعاء كجبر كله إذ قد يدلي بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى نبرب سبحانه وتعالى بتعمي أدلاي متجع مخانو رب سبحانه وتعالى فليتو إذ دليل الله دماني سبحانه وان الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوه المضطر اذا دعاه رب سبحانه وتعالى نبحتو نسوت راحي دماني نزتت اقومو دعاهم زقبول لهم ويكشفوا السوء نتحمى نقرات زقنت دماني الله سبحانه وتعالى أما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستقل عن الله عز وجل وليس في ضرورة إليه وإنما يسأل هكذا عادة فقط فإن هذا ليس بحري الإجابة كم دماني دعاء خبر كل دماني سؤال كان دعاء دعمبري إذا قد تترخب بزوجة قداس النزيب والخينو يعني دخان نجر أب يزول كرخبو خيلي بحالة إنت دعاء خينو إذا نتدعون بالنات نخيرك يخيليو الشرط الثالث ماني دماني كنت كمال أن يكون متجنبا لأكل الحرام حرام مبلع زرحاق له فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة حرام مبلع دماني أمونغو دعاقان أمونغو إيه تتقو خان كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كمتي صحيح الصحيح رواية مسلم زلو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام تايلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الله سبحانه وتعالى هو الطيب اي الطاهر انه تعالى مقدس منزح عن النقايس رب سبحانه وتعالى قد بلو نصف زخونك كل تأيو الله سبحانه وتعالى دماني لا يقبل إلا طيبات ورزقني إدماني دقبل والله سبحانه وتعالى نتم مؤمنين تعززهم لك عقم دماني الأخات عزيز ومي الله عز وجل أب قرآن أب سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون له أكل طيب حلال زخون نبلع عنكم دماني إن الله سبحانه وتعالى نبحث خنجزاء كمزلنا زلنا يا زي عزيزو ربنا عز وجل اب سوره المؤمنون يا ايها الرسل كل من, من الطيبات واعملوا صالحا نتم رسل الدماني كل من الطيبات كاب حلال طرح نقبل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدحرزي النبي صلى الله عليه وسلم حد قداي قد زكرم الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء يا شاي نوح مقشازلو مورو سوز تقاز عزيرو مالت رؤسو زي تمشتن بخونتات زي تقدسن اغبر بزوح دورو نازلو يمد يديه الى السماء ايدو حفا رب نابر بيلمن يا رب يا رب اندابلي ومطعمه حرام زول حرامي يلوم من النبي صلى الله عليه وسلم منزل من زلو سب وملبسه حرام كم زلو لبسو زلو حرامي وغذية بالحرام بحرام أكلاته اه مالت زعابين قال النبي عليه الصلاة والسلام نزم الزكر النبي عليه الصلاة والسلام تعلم فأنا يستجاب له كميل ينزل آه كقبل الله فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالاسباب الظاهره التي بها تستجلب الاجابه اذ سبزي ندعها أن نخون زجبر قدماو نغات كل اعمال ينيرو جن النبي عليه الصلاه والسلام استبعده كميل يرب قبل الليل تغدماو كمال زل زغبر ودما اعماله زنبر مجمريا رفع رفع اليدين إلى السماء إذا حفى بلو إلى من السبز الزكر والنبي عليه الصلاة والسلام أي إلى الله عز وجل ناب ربي حفى لأنه تعالى في السماء فوق العرش الله سبحانه وتعالى أبلع العرش سلزلو ومد اليد الى ومد اليد الى الله عز وجل من اسباب الاجابه اتكحفها بالكا ناب سبحانه وتعالى من ما ندما حدك تكون كاب دعاء نقبل لك مخنيات النبي عليه الصلاه والسلام اب حديث بروايه الامام احمد في المسند تيلم ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا الله سبحانه وتعالى حي كمدماني حد كمدماني كريم እሞ ኢዱ ሓደ ባርያ ሓፍ እንተ ደ ኣቢሉ ጥራይ ኢዱ ሓደ ነገር ከይሃበ ኣይመልሶን እዩ ኢሎም ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ወይ ድማኒ ጥራይ ኢዱ ከይመልሶ ድማኒ ኣላ ዘ ወጀል ሓይዩን ከሪም እዩ ኢሎም እዘን እዚ ሰብ እዚ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ነይሩ እዚኣ ኩነት እዚኣ ኣማሊኡ ነይሩ ካልኣይ እውን ኣነ ሃ ረጅል ዳዓ ላ ተዓላ ብስሚ ረብ تدعاك قبل كلون كم زاب حديث ذكروا يا رب يا رب يلونيرو والتوصل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة بزي شي يا رب الكا ملمان حادي دعاء قبل الكاز قبر يلي أن الرب رب بالكلنا كلنا رب كلنا هو الخالق فتعرين المالك والنانين المدبر لجميع الأمور كل كنا العالم علم أكاياد أكنوان أكايا زخن الله سبحانه وتعالى فبيده مقاليد السماوات والأرض كل كنا تتنى سمايات مريت أبيد ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن القرآن الكريم تذكر له دعات تنتدى خايو رب الله سبزي شمزي يا رب زبل بزحلو. نمس نمسالي كابتن تقيس ونزلو سورة آل عمران زركب 134 سلاسة عن كساب 195 زلو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة بزعينة زي شمجر يا رب يا رب الكا ملمان من حاد كبتي ندعاء خات نتخركب زخيلو ثالثا إذا سبعة إذا سال ساج كبت الدعاء كولوز كل هذا الرجل كان مسافرا جاء شيء إلى من النبي عليه الصلاة والسلام والسفر غالبا من أسباب الإجابة مبزحت جزيد ماني مجشى كبت دعاء قبل زجبريو لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله تعالى إلى الله عز وجل مهنيات وعيش كل كذي. دلايا كاب سبحانه وتعالى سلزخنة والضرورة إليه أكثر مما كان مقيما في أهله تي عقد سنة ناتو تدلية ناتو دماني كاب تي عبطون كله كنت تعزنا بورو بزيادة أَبْرَبٍ بسلاج وأشعث أغبر كمدماني دورنا زملاء كأنه غني كأنه غير معنى بنفسه إذ سبزر نبي عليه الصلاة والسلام ذكره بنفسه بزح زي قدس زخونه كأن أهم شيء عنده أن يلتجي إلى الله ويدعوه على أي حال كان هو بزخوني يكون كنتات ناي كنتات ناي نفس ما زي قدسه بجي كان يدعى راح زي قدسه زخونه زمسل ملك عزله زي دعازي زي قبر سبيلهم ويدعو على أي حال كان هو سواء كان أشعث أغبر أم مترفا بعل أبتبو كنتاتي هالو كومد ماني أبحما كنتاتي هالو بزي قدس كل جزي دعاء جبر سب اه عينة نيرو والشعث والغبر له أثر في الإجابة كل جزي دماني دم اه انت دعاء اه مالت اه دخم كميلو مدماني بكونتات ناتو كي تقدسي ابتنا دعاء راح زقدس انت دعاء خوينون ازوين حادة كابتن دعاء كا مستجاب كقبر الكازخ اليو كمتي اب حديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه احمد والحاكم وصحاب معه انتهز بلال حادث أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرف يباهي الملائكة بالواقفين فيها أبتي ناي رفتي خون عرف قون كله ناي مشت كله يوم عرف الله سبحانه وتعالى نبزا ناي سماء الدنيا أبزا غربات ركب سماي نابو وريدو نتم كمزي بالمالتيو. يباه الملائكة نتوبتهم ملائكة بفطراته مالت يدنقم انتا يبل أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عامل قبس فلا ليبوتاتات ام እሞ ንዓይ ዒባዳ ንክገብሩ ለኢሎም ኩነታቶም ማለት ነፍሶም ሓመድ ለቢሱ ብምሒር መንገድን ከምዚ ኢሎም መጺኦምን ኢሉ አላህ ስብሓን ወተዓላ ይንእዶም ሃذ ልኣስባብ ንኢጃበት ድዓ ለም تجدي شيئا كل زكونتات زي عمال يقولو ازي سبزي الله سبحانه وتعالى اي تقب اي يلوم من النبي عليه الصلاة والسلام نمن تاين لكون مطعمه او لكون مطعمه حرام دبولعو حرام سلا زخنة وملبسو حرام زلوبسون كل كونتاتوين بحرام زقو عز سلا زخنة وغذية بالحرام بحرام زعبيوين سلا زخنة قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تايلو فأنا يستجاب له كما يلي ربنا انا زقبل له فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة إذا عينة زكونة تنترى حادثة من ترى دي ديه ما دعانا تتقبل أنت كم زي ركب يرد أنا مالتيو فإذا مالت زكونة تزي أم مالئو فان الاجابه تبدو بعيده رب سبحانه وتعالى نقبل له روح اقونا له مالته فاذا توافرت ولم يستجب الله للداعي اذا كل خناتك ان تدع اعمالي حلال بريع كل نغراتين بتغب انت تدع كيدون دعائك يرد ما انت دعاء تدع از غورو ديريو فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل الله سبحانه وتعالى زفلته عبي بحكمة عبي تبب كل ويخيله ولا يعلمها هذا الداعي إذ زل من زل من الباش كبتحو أي كألا يخون فعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم هذا نجر نسخات فتوة خون جن سخاب تفوتوا رحب مخانو من الباشوين جودا إخوان إخليو تنات كمفتاو كرد أو سلزي كل مالته وإذا تمت هذه الشروط ولم يست

كاب وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر ويدماني إذا كل دعاء جبر كائن يوم القيامة قميت ويسان حكاموني بعابين بزيادة بصفحة دماني كمتس كاي لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له هنا حدث بدعاء غيره مكونت كمال أزلوني كل أنت دعاء ولم يسرف عنه من ንሱ ማህወ ኣዕዘም ኣብዚ ዱንያ እዚ ካብኡ ካብቲ ዝጽበዩ ዝነበረ ሓደ ጸገምን ሓደ ሽግርን እንተ ደኣ ተቐንጢጡሉ ዘይተላዒሉሉ يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة فيعطي الأجر, فيعطي الأجر مرتين مو إذا بزي كل كنا تتعمالي أخلو أنت دعا أبز الدنيا زي رقيبو ازي زي, زي عبي حكمة عبي تباب كلو يخيلو كل التأجر وين ألو. مرة على دعائه نايت دعاء دقبورو أجر اللو ومرة على مصيبته بعدم الإجابة تي

ألا يستطيع الإنسان الإجابة تأجد سدمان حادث بدعاء جرو كهو فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضا أنت هو حاد دعاء نخيرك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أب حديث الله عليه الصلاة والسلام دبلوا أب رواية البخاري زركب مالتي يستجاب لأحدكم ما لم يعجل لهم دعاء زغوركم الله سبحانه وتعالى يقبل لكم يو. أنت حادث بزيتها ويقولهم قالوا كيف يعجل يا رسول الله كم يتي يعجل دبلكم مسبولهم يقول دعوت دعوت ودعوت فلم يستجب لي لمن 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 أي تقبل اللين مبال إذا ينت دعاء تقبل خيرك نخيرك زجبر مالتي فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء دعاء زجبر سب ك هو خيبولن ب غير ايلو تسفا قريصن كاب دعاء كقاره سيخل مالتي بل يلي في الدعاء انت اذا تزيد لي كاب دعاء دغاغيم كا دغاغيم كا فان كل دعوه تدعو بها الله عز وجل فانها عباده تقربك الى الله عز وجل وتزيدك اجرا كل ما دعى غيرك اجري تترك كومو دماني قربا نابر الله فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة سلزي أن تحوي دعاء تجبر انتر أخوينك كل كنتاتك بحفشان بناي أو النخل دعاء لك الشديدة واليسيرة عبي قدين نشت قدين دعاء قبر لك ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه دعاء مكبر ولكو ديت رخبو تخون كا تي ديلي خايز اللي خا تا دعات رح مقبار كاوين عبي اجرين عبي عبادان بمخانو انت دا فليتو حدسب ازي عبادة زوين نقزا رسو اخوليو بمبال ملسو والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد